زهرة؟ زهرة أنت عم تسمعيني؟ أمي افتحي لي الباب، دخيلك افتحيه. زهرة شو عم يصير عندك؟ أمي عم أقول لك افتحي الباب الله يخليك. زهرة شوفي ردي علي. المفتاح معنو بالباب. لكن وينو؟ المفتاح معنو بالباب. المفتاح معنو بالباب. يلا عم مرت عمي شوفي شو هالصوات. زهرة زهرة انتبهت على المي بالحمام وعم تحاول تفتح الباب. أمي ايه شو رح نعمل هلا؟ بلكي ملك ما ماتت. المي وصلت على الكوريدور. لا تخافي اكيد بتكون ماتت من زمان. امي كل هالبكا ونواح عليها كذب ما هيك؟ رح تروح عدنان. كنت بتعرفي انه زهرة ما ماتت واتهمتيني بقتل عينك عينك، بس لعبتك انتهت. كل شي انتهى ملك، راح اقتلكن وبكره بتشوفي. حيواني ليش رابطني هيك؟ انا ما راح اهرب بنوب. حركي عدنان. ابني شو عملت فيها؟ عدنان اللي بتشفى على هالمخلوقة او بتحاول تطلعها كرمال تمشي من هون بربطها معه وبحبسهم سوا. فهمتوا شو عم قول؟ امي زهرة. امي زهرة. إن شاء الله ألف مبروك. مرتك رجعت. روح اهتم فيها. اجت من العراق لعندك. أنا منيحة أمي. لا تقرب. عملك لا تقرب أكثر وإلا بإذنك. بعد عني وعن بنتي. شو بدك فيها؟ زهرة هربي. قلت لك تحط قرب منها. إذا بتقرب من بنتي يا ويلك شو رح يصير فيك يا حيوان؟ بعد عنا. تركها. انت عذبت زهرة بكل حياتها مشان هيك انت لازم تموت. ابني عدنان ابن فاطمة هو.
أمي. أمي يا أمي افتح عيوني، يا أمي افتح عيوني وليك ساعدوني. أمي 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 أمي. أمي أمي دخيلك افتح عيوني. أمي 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 زهرة، أمي دخيلك اصبر لأمي. يلا حملي معي، حملي. ما عم تتنفس. شو؟ أمي 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 دخيلك تنفسي كرمالي. أمي أمي دخيلك تنفسي، دخيلك لا تموتي. أمي 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 لا لا. أنا رح أطلب لسيارة إسعاف، خليهم ياخدوها لهالمسكينة على المشفى. لا أمي لا تتركيني دخيلي. أمي أمي دخيلي. ألو زهرة، شو في عم تسمعيني؟ شو في يا زهرة؟ ألو حبيبتي شو صاير عندك؟ خالي زينب أمي أمي كانت بالبانيو واختنقت. ما عم افهم عليكي زهرة، اهدي شوي واشرحي لي اللي صار كلمة كلمة. ما عم تتنفس امي، ما عم تتنفس خالي زينب. امي اختنقت. لا لا مستحيل. امي امي زهرة حبيبتي اهدي شوي هلا وساوي اللي رح اقلك عليه. ماشي أمك ما ماتت، روقي شوي. أمي شو أعمل؟ أمي ما عم تتنفس، لحقني يا خالي زينب دخيلي. هلأ اسمعيني منيح مشان نخليها لأمك تتنفس من جديد. كيف؟ أنا رح أوصل لعندك بعد شوي، أنت قلبي أمك على الجهة التانية ودقيها على ظهرها هلأ فوراً. على أي جهة؟ كيف؟ حاولي تقلبي أمك على كتفة سطحية على جنب زهرة. لازم نطالع المية اللي بلعتها وعلى السريع. قلبتها قلبتها. وهلأ دقيها على ظهرك وشوفي إذا رح تطالع المي. أمي عم تسعر. أمي مو ميتة، عايشة. عم تسعر أمي. لازم نعمل شي فورا، هيك تعبنا رح يروح على الفاضي. في حدا اجى، تخبي بسرعه.
برافو عليكي برافو. طيب شو بدنا نعمل هلا؟ أمي رح تصير أحسن. أمك تخطت مرحلة الخطر وخلص طلعت المي. بس في شيء أنا ما عم أفهمه يا زهرة، أمك كيف وصلت لهي الحالة؟ شو صار؟ كانت بالبانيو حاولت تقتل حالها مبيني. أمي ليش لحتى تعمل هيك بحالة؟ أنا ما عم بفهم. بنتي ما لقيتي أمك بالحمام ومقفول عليها الباب؟ دخلت وقفلت على حالة الباب وتسطحت بالبانيو وفتحت المي. أصلاً أمك صار لها أسبوع عم تعمل شغلات مو مفهومة. زهرة هاد الحكي مزبوط؟ الباب كان مقفول من جوا؟ كان مقفول وأمي جوات البانيو. بس ليش لحتى تحاول تقتل حالها؟ أمك ما كانت منيحة بس رح تتحسن. نحن لازم نصبر شوي ونوقف جنبها ماشي؟ ما كان ناقصنا غير الدكتورة. شو نعمل مرت عمي؟ أنا عطيت ملك نص جرعة مو كلها. هلأ بترجع لوعيها. وقتها رح تقلن إنه ليلى حطتني بالبانيو. لا تخافي، ما أنا متذكرة حتى اسمك. كأنه عقلها راح. يلا عجلي، يلا روحي عجلي. يا لطيف ما كانت تخلص حكي وضيعت وقتي. قال شو مفكرة بدها توقعنا يعني؟ ما عادت سكتت يا جماعة، كأنه مو فهمانين شي. غانم شو صار معه يا ترى؟ لو بيتحسن هو بسرعة كمان، عقلي دائما عنده. مرت عمي إذا شافوني بروح فيها؟ ملك بس تصحى رح تقلن ليلى خدرتني وحطتني بالبانيو لتقتلني. أنا متأكدة عدنان هالمرة رح يموتني. معك حق. يلعن هالحظ تحاصرنا هلا. يلا يلا الحقيني. تعي اسمعي ليلى، لحتى الاقي الفرصه طلعت فيها من القصر رح اضلي قاعده هون بدون حس ماشي. وبعدين مرت عمي هالحيه ما عم نقدر نخلص منها شو ما سوينا. شيطانة بسبع رواح، كل مرة بتنفذ بجلدها وبتعيش. رجعت لوعيها. ملك عم تسمعيني؟ كأنه ما سمعتك. ملك انت منيحة حبيبتي؟ عم تسمعي صوتي؟ شو صاير لخالي زينب؟ ما أنا عم تتحرك بنو. هو
والله ما بعرف شبها حبيبتي. الولد مات من الجوع، وين هي زهرة؟ يا زهرة! شو اللي صاير هون؟ ليش هيك كل البيت مي؟ البيت طايف. مرت عمي، مرت عمي، لو تعرفوا شو المصيبة اللي وقعت على راسنا بغيبتكم. شو فيها بهية؟ المجنونة ملك مرت عمي، فاتت على الحمام وقفلت على حالها الباب وحاولت تنتحر. ايه، كانت نايمة بالبانيو وفاتحة المي. شو صار للمخلوقة؟ دقينا عليها الباب، دقينا كتير وما فتحت. بالوقت اللي كنا مفكرين عم تتحمم طلعت. ملك انتي رح تتحسني، انا وزهرة ما رح نتركك ابدا لو شو ما صار، ورح تصير ماضي كل هالايام السودا. انا خلص حبيبتي، لا تتعبي حالك، نحن كلياتنا جنبك. انا انتي بدك تقولي شي امي، كأنه بدها تقول شي. شوفي ملك، شو القصة دكتورة؟ ملك بلعت شوية مي ولازم ترتاح مشان تتحسن. رح تتحسن يا أمي، وأنا رح أنتبه عليك. شو لسه بدنا نشوف منها كمان؟ بسبب عدنان وحب الأعمى لها ليكي شو اللي عم بيصير فينا بهالبيت؟ طيب وهالمخلوقة لما انقفلت على حالة باب الحمام، انتي وين كنتي بهية؟ كنت بالمطبخ مرت عمي، كنت لحالي بالبيت ما عندي حدا، وراكدة بين المطبخ وبين غاني. فاطمة وينها؟ نادي لقلي لتيجي تنشف هالمي. ليش فاطمة ما كانت معكم بالسوق مرت عمي؟ يا الله دخيلك، تركناها بالسوق بس تأخرت، كان لازم تكون رجعت. شوفي انتو ليش جبتوني على هالمكان؟ هاد انت اللي راح تقولي. وين هو ابنك؟ انت ليش ما عم تصدقني؟ انا ابني مات وهو صغير. مات لك؟ مات والله، دخيلك اتركني روح بقى. ليكي، انا لاخر مرة رح اسألك هذا السؤال، وينه ابنك؟ مين هدول عليه؟ كيف يتجرأوا يجوا على محلنا ويطلبوا أتاوي؟ خلص أنا صرفتهم، لا تأكل هم، ما رح يتجرأوا يجوا مرة تانية. أنت ما حدا سألك؟ علي لاقيهم يا سبع،
مشان نفهم شو قصة هدول الكلاب. ماشي. ألو، وينك عدنان؟ بالسوق ستي، شوفي مرتك ملك حاولت تنتحر من شوي. شو قلتي ستي؟ من شوي حاولت تخنق حالها بالبانيو، بس حسوا عليها بآخر لحظة وطالعوها. هالمخلوقة ما لازم تضل دقيقة بهالبيت، مفهوم؟ لازم تدخلها على المستشفى ولا تعاند أكثر من هيك. ماشي أنا جاي. شوفي صاير شي عندهم بالقصر؟ ما في شي ستي، عوزتني وبس. علي رح أدفع لك دين القمار، بس أنت كمان ما رح تعلق مع هالناس مرة تانية. ماشي. من وين بدك تجيب كل هالمبلغ؟ رح أتدين. مرقت على خير. ملك، انتي ليش كنتي بالبانيو؟ احكي لي شو القصة، يعني وقعتي وكنتي فاتحة المي؟ انا ما فتحت المي، الباب كان مقفول والمي مفتوحة على الاخر. انا ناديت لها بس ما سمعتني. انا ما عملت شيء. ليلى عملتها. شو؟ ليلى، ليلى عملتها. يا رب التوبة، استغفر الله. ملك، ملاكي، كيف صرتي منيحة؟ لك لك انتو كيف بتتركوها لحالها؟ زهرة، انتي ما كنتي مع امك؟ ابني دخلت على الحمام على اساس بدها تتحمم، وسمعنا صوت المي، ما حبينا نزعجها، طلعت بهداك الوقت عم تحاول تقتل حالها. يا حبيبتي، ليش هيك عملتي بحالك؟ انا ما عملت شيء. ليلى عملتها. ليلى؟ ليلى بالقصر؟ لك ابني، لك ابني أيها ليلى، أنا طول النهار بالبيت، ومن لما أنت قلعتها من القصر ما حدا شاف خلقتها منوب، ما هيك زهرة؟
زهرة، شفتي ليلى بالقصر؟ لا، الحقيقة لما رجعنا ما كان بالقصر في غير خالي بهية ونحن. ليلى هي حطتني بالبانيو. طيب حبيبتي، طيب. ليلى بدها تقتلني تخلص مني. طيب ليلى اهدي شوي. يلا خلونا نطلع لبرا، ملك لازم ترتاح شوي. ماشي، لا تخافي. يلا ابني اطلع معنا. يلا حبيبي يلا. ارتاحي اليوم ماشي؟ نامي مني. قربي شوي. تعي. بدك ساوي لك شي؟ أنا متذكرة يا عمري. متذكرة. بس اصحك تقولي لحد بيناتنا. ليش؟ هاي خلص تذكرتي؟ تذكرتي؟ شوفي، ليش صرختي؟ ما في شيء. هديك الطاولة فاضي، فيك تعود إذا بدك. مو جاي ألعب. أوه، عزت كيرمان، أهلا وسهلا، تفضل عود معنا، شرفت. ما حدا منكم رح يقرب على أخي مرة تانية، مو بس ما تقعدوا معه على طاولة الأمار، ما بدي شوف حدا حوالي أبداً. نحن ما منقول روح ليالي بيجي. طاولتنا مفتوحة للكل، وإذا أنت كمان بتحب تلعب تفضل عود عزة كيرما. من بعد اليوم ما بدي شوفك حوالين أخي، عم تفهم شي؟ هالقصة ما رح تخلص هون. خدي قرارك بسرعة، يا إما بتقولي لنا وين مكانه لابنك، يا إما رح تنزلي من هون لتحت ضحكتي. عم تفهمي؟ أنت ليش ما عم بتصدقني؟ ابني من زمان مات. أنت شكلك ما بتفهمي بالحكي. ليكي برميكي لتحت. أنا عم أقول لك الحقيقة، لك اتركني روح بقى، ابني من زمان مات. عن جد؟ توفى؟ مدام هيك خلينا نروح على قبره. على قبره؟ ايه؟
بما أنه ابنك توفى معناتها أكيد بيكون له قبر، ما هيك؟ ايه في له قبر. ايه يلا خلينا نروح على ضيعة أوشغول، مدام ما قدرنا نقتل لابنك منروح هلأ على قبره سوا ومنقرأ له الفاتحة، شو رأيك؟ ملك احتمال كتير كبير ما تكون جربت تنتحر بإرادتها. في مرضى من وقت للتاني ممكن ينقطع تواصلهم مع الواقع، وممكن هي كمان صار معها نفس الشيء. برأيي لازم تنحط تحت رعاية خاصة، وبتمنى تطالعوا أي شيء حاد أو بيأذي من أوضتها فوراً، لأنه ممكن تأذي حالها أو اللي حواليها بهالفترة. لو تأخرت زهرة كمان شوي كانت ملك. من اليوم حاولوا ما تتركوها لحالة، وأنا برجع بشوفها مع لقى البشر. نحن لإمتى بدنا نضل فوق راس هاي المجنونة؟ المرة اللي بتحاول تقتل حالة اليوم الله أعلم مين بتقتل بكرة. عدنان ابني ليك، إذا فعلا بتحب هالمخلوقة ولو شوي تاخدها فورا وبتحطها بشي مشفى، هنيك في دكاترة كتير وممرضات كمان بيعالجوها وبيعطوها دواء. لا لا تاخدوها، لأنه أمي. لك إن شاء الله بيوقع على راسك حجر قد أمي. ما هي مزبوط عم تحكي، هالمرة كان لازم من زمان تنحط بمشفى وتتعالج، هلا ولا بعد فترة إلا ما تأذي حدا بهالبيت. نفذوا كلام الدكتورة زينب. زهرة أصحك تتركي أمك لحالها، ملك رح تضل هون بالقصر. عدنان ابن فاطمة هو؟ عدنان أنا لازم أحكي معك. خالي فاطمة، أنا
لف بسرعة والحقه. ابني انت كيف لساتك تارك هالمخلوقة بالقصر لهلأ؟ اه؟ رايحة جاية طول الوقت وعم تقول انك بتكون ابنها لفاطمة مو ابني. امي مالك عالم مو براسة ليك كل الوقت عم تقول انه ليلى حاولت تموتها. ابني وبلكي حدا صدقها. اه؟ كيف ممكن تخاطر هيك؟ كنت تذكرت خلاصنا من هون. لنفرض مو فرقان معك حالك، فكر فيني إلي. إذا كانت عاقلة ولا مجنونة نفس الشيء. خلص عرفت انك ابن فاطمة مو ابني وهالشي خطير. اذا شي حدا صدقها لو مين ما كان رح نكون انكشفنا وفات الوقت. اسمع ابني، اصلا هي المرة حاولت انها تقتل حالها. خلص زدتها بالمستشفى تبع المجانين. طول ما هالمخلوقة قاعدة معنا بنفس البيت انا وانت رح يكون وضعنا بخطر. شو القصة؟ شكلك نسياني وين قبر ابنك. مرقت سنين طويلة. في ام بهالدنيا ما بتتذكر وين مكان قبره لابنها الوحيد؟ يلا روحي لاقي لي هالقبر بسرعة وإلا رح ادفنك هلا بشي قبر. يلا سمعتوا شو قالت هالفاسدة؟ ما بيكفي إنها تسببت بتقليع ليلى، كمان عم تفتري عليها. قال شو هي اللي حاولت تقتلها؟ إذا الطير بيموت بالغابة بتتهمنا. إيه والله معك حق، يا ريت لو هالمخلوقة ماتت وخلصنا منها، لو خلصنا من كل مصايبها كمان. Masallarla dizlerinde